علم اللغة البيئية، اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها. ترجمة لكتاب أرن ستيب، إيكولينغوستيكس، لانجوج إيكولوجي إن ذا ستوريز وي ليف باي. يتناول هذا الكتاب دربا من دروب العلم يمزج بين اللغة وعلم البيئة، حيث وجد عالم اللغة الأمريكي آينر هوغن أن هناك علاقة قوية متبادلة بين اللغة والبيئة، ونحت مصطلحا جديدا هو علم البيئة اللغوي language ecology، وقد عرفوا بأنه دراسة العلاقة بين اللغة والبيئة المحيطة بها. فكلما كانت اللغة المستخدمة في ثقافة ما تحترم البيئة وتحتفي بها، زاد الوعي البيئي في هذه الثقافة. أما إن كانت اللغة المستخدمة في ثقافة ما تحث على الاستهلاك المادي بوصفه السبيل الوحيد إلى السعادة، فإن ذلك يؤدي إلى نقص الوعي البيئي وسيؤثر بالسلب في البيئة المحيطة. وقد تقدمت كلية البنات قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بمقترح لترجمة كتاب أرنستيب في يوليو عام 2020 في المسابقة التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة. المسابقة بعنوان ترجم إبدع، وهي مسابقة للترجمة لشباب الجامعات المصرية. وقد تم اختيار الكتاب المتقدم به قسم اللغة الإنجليزية وأدبية كلية البنات من قبل اللجنة المسؤولة عن المسابقة ليمثل جامعة عين شمس في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. يتكون فريق العمل الذي قام بترجمة الكتاب من الدكتورة دينا أحمد عبد العزيز رمضان، مدرس اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية وأدبها بكلية البنات للأداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، والمعيدة ياسمين أشرف محمد حافظ، وهي معيدة بتخصص اللغويات بكلية البنات بجامعة عين شمس بقسم اللغة الإنجليزية وأدابها، وهي مهتمة بعلم اللغة البيئية، بالإضافة إلى مدرس مساعد نوران إبراهيم عبد الرؤوف، وهي مدرس مساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس ومترجمة فورية وتحريرية، والمدرس مساعد ريهام حسن إبراهيم الهواري بقسم اللغة الإنجليزية وأدابها بكلية الأداب بجامعة عين شمس، والمعيد عمر أحمد النمر معيد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس تخصص الأدب الأمريكي، والمعيدة ريهام عبد العزيز صالح وهي معيدة في كلية الألسن بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس. وقد استغرقت ترجمة الكتاب ومراجعته وتنقيحه لغويا حوالي 4 أشهر من العمل الدؤوب من قبل المجموعة المشاركة، حيث قام كل عضو بترجمة الجزء الخاص به من الكتاب في الوقت المحدد. وقامت الدكتورة دينا أحمد عبد العزيز المشرف على العمل بمراجعة الترجمة وترجمة الأجزاء الخاصة بنسخة عام 2021. وقامت الدكتورة شيرين أحمد السيد المدرس بقسم اللغة العربية وأدابها بكلية البنات بجامعة عين شمس بمراجعة اللغة العربية للكتاب. فلهم مني كل الشكر والتقدير، عند الله الأجر والثواب.